بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم نتعلم كيف ننشئ البرانشات ونرفعها على الجيت هاب، وكمان كيف أنشئ برانش من داخل الجيت هاب. في البداية راح نشتغل على نفس مشروعنا اللي هو البروجكت. أتأكد أول إشي من حالة المشروع جيت ستيتوس، كل إشي عندي إياه كلين. خلني ننشئ برانش جديد جيت بيك أوت داش بي، خلينا نسمي اسم البرانش تاسك 1. هاي تم انشاء برانش اسمه تاسك 1 وانتقل عليه. خلينا نسوي تعديل سريع، بدي اروح على الورك، بدنا نمسح الويب فيو. خليني امسح كمان الاسطر هاي الفاضيه، خليني اسيب كنترول اس، بسكر الملف. لو سويت هسه جيت ستيتوس حكينا في عندك تعديل على الملف في الورك، اتذكر انه انا جوا التاسك. رح اسوي هسه جيت اد، هنكتب هون ورك دوت تكست، جيت ستيتوس صار هسه على الستيج اريا. خليني هسه ارفع على الريبستوري جيت كومنت داش ام ابديت على الورك دوت تكست. سوينا هون ديليت ويب فيو، هاي انت هيك صار عندي كومنت جديده وهي الاس اتش اي الخاص فيها. هسه النقطه الثانيه، كيف انا بدي ارفع البرانش ها على الجيت هاب؟ اكيد راح تحكي لي جيت بوش، بحكي لك صح، واكيد راح تحكي لي اكتب كلمه اورجن. طيب ايش كتبت كلمه اورجن؟ هي مسؤوله عن الربط بين الملفات الموجوده على اللوكال يعني على جهازك والمشروع الموجود على الجيت هاب، شرحناها في المحاضره السابقه. بعد هيك لازم نكتب اسم البرانش اللي بدك ترفعه انت على الجيت هاب. انا بدي ارفع تاسك 1، هاي انتر، وهيك تم رفع البرانش على الجيت هاب. تعال نتاكد، هاي مشروعنا على الجيت هاب اسمه بروجكت 1. تعال نتاكد انه تم رفع البرانش او لا من الماستر، اعمل هون كليك. انتبهت، هاي صار في عندك تاسك 1. لو فتحنا التاسك 1 بس عليه، هون راح يوريني المشروع في حالة التاسك 1 البرانش اسمه تاسك 1. احنا عدلنا على ملف الورك بالضبط، تم حذف الويب فيو. لو رجعت هسه على الماستر، انتبهت قال لك الورك، لا انت في عندك الكرييت بيج ويب فيو. خلينا هسه نعمل ميرج، ندمج البرانش اللي اسمه تاسك مع الماستر. خليني ارجع لبروجكت 1 وتأكد انك انت واقف على الماستر. مباشرة راح يعطيك تنبيه ويحكي لك انه انت في عندك تاسك 1 هو عبارة عن برانش تم رفعه قبل 12 دقيقة. هون بحكي لك خليني اعمل هسه كومبير اند بول ريكويست. ايش معنى كومبير؟ بدي اعمل مقارنة. خلينا نكبس عليها. اول اشي عندي اياه هو البيس. البيس هو بيأشر على الماستر. بقدر كمان اغير البرانش، لكن الاساس هو الماستر. بدي اسوي هسه كومبير مع مين؟ مع التاسك 1. حطيت انا هون التاسك 1 وحط اصلا تلقائيا لحال. شو بيحكي لي هون؟ apply to merge، واعطاني هون صح انه ما في عندك اي كونفليكت بين البرانشات. خلينا ننتقل على اسم الكومنت، ممكن تغيرها ممكن تخليها زي ما هي. طب ايش في تحت؟ هو وصف كامل للاشي اللي انت سويته في هذا البرانش، مثلا حليت مشكلة، ممكن تعمل هنا إضافة صورة، دراج دروب، تضيف مثلا صورة، أضيف مثلا فيديو، أي شيء بدك إياه ممكن تضيفه داخل هذا المربع، وتقدر تعمله من هنا بريفيو. خلينا نعطي على سبيل المثال ديليت ويب فيو. خلينا نعمل هسه بريفيو، هاي صار أنت عندك هسه ديليت ويب فيو. خلينا نعمل هسه كرييت بول ريكويست. هل هسا انت صار عندك ميرج؟ هل تم الميرج بشكل كامل؟ انت فقط عملت طلب، شو حكيت؟ انك انت بدك تدمج البرانش اللي اسمه تاسك مع الماستر. هون بدي اوضح لك فكره، الحكي اللي عم تشوفه هسا قدامك هو بيصير بين التيم، خليني اوضح لك اياها بشكل اكبر. اتخيل معي اللي عمل هذا الطلب هو مش محمد، خليني احكي مثلا علي. انا كمحمد صاحب المشروع يا بوافق على الميرج بول ريكويست بدمج البرانشات مع بعض، او شو بعمل له؟ كلوز بول ريكويست، ما بدي اعمل لك ميرج.
إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نحكي بشكل أكبر على التيم وكيف ممكن يشتغلوا مع بعض، وأكيد كمان راح نرجع نحكي عن البرانشات وكيف التيم ليدر يوافق على البرانشات أو يرفضها. خلينا هسا نوافق إحنا على دمج البرانش، نحكي له ميرج بول ريكوست. بحكي لك هون البول ريكوست اللي عمله محمد السيد، وكاتب لك هون اسم الكومنت اللي هي أبديت وورد تكست ديليت ويب فيو. هل تعمل كونفير للميرج؟ بحكي له آه تأكيد. خلينا نتأكد. بنرجع هسا على مشروع البروجكت 1، هاي ماستر أكيد التاسك 1 مش راح ينحذف، راح يظل موجود، لكن فتحنا الماستر ورحنا على الورك بالضبط، هيني ما لقيت الويب فيو، فمعناته تمت عملية الميرج. نتأكد، أكيد راح تسألني هل بقدر أنشئ برانج من داخل الجيت هاب؟ بحكي لك آه. خلينا نرجع بروجكت 1 من الماستر، بدي أنشئ برانش، بحكي لكم يا بتدور على برانش أو بتنشئ. بدي أحكي مثلا بدي أنشئ أنا برانش اسمه تاسك 2. شو حكي لي؟ إنه هذا البرانش مش موجود، معناته بدك تنشئ أنت برانش اسمه تاسك 2 from master، هي رح يكون نسخة من الماستر. بحكي له تمام هيك لك، وهيك تم إنشاء البرانش اسمه تاسك 2. أسهل من الجيت صح؟ شو بحكي لي هسا؟ انت عندك ثلاث برانشات اللي هم ماستر والتاسك 1 والتاسك 2. راح ارجع هسا على الورد والتكست وبدي امسح الداشبورد. هاي دي بس ما زبط، يعني انا مش عامل ايديت. هاي الايديت، ايديت ذس فايل. خلينا نمسح الكرييت داشبورد، وخلينا كمان نمسح الاسطر الفاضيه، هاي 6 هاي 5 وهي 4. بنزل لتحت شوي، هو بيقول لك بتعمل كومنت تشينج، اكتب اسم الكومنت، بدي احكي له ابديت ورك دوت تكست، وعملنا هون ديليت داش بورد. هننتقل هسه للقسم الثاني، هو عباره عن ديسكريبشن اكثر للإشي اللي انت سويته داخل الملف، وهو اوبشنال يعني اختيار، يا بتكتب توضيح أكثر أو لا، الموضوع برجع لك. وهي comment change، وهيك صار أنت عندك فقط ثلاث أسطر داخل الwork dot text. خلينا نرجع هسه لبروجكت 1، نتأكد. هتقول لي هل بقدر أعمل merge task 2 مع الماستر؟ أحكي لك آه مباشرة في الماستر. شو بحكي لك؟ التاسك 2 أنت عامل بوش له، إذا بتحب تعمل ميرج بقول لك آه compare and pull request، قال لك apply مباشرة، قال لك أنت ما في عندك مشكلة، ما في عندك تعارض، بتحب تغير اسم الكومنت؟ بحكي له لا. إذا بتحب تكتب كمان توضيح أكثر، تعمل دراج لصورة دراج لفيديو، الموضوع راجع لك. خلي أسوي هسا create pull request. لما يجي التيم ليدر بيطلع هل أنا أوافق على هذا الريكوست ولا لا؟ قبل ما أسوي أنا ميرج مش لازم أشوف شو اللي صار؟ روح على الكومنت، هون بحكي لك update world text delete dashboard. هنفتح الكود من هون، اكبس على الـ SHA، بحكي لك إنك أنت حذفت أسطر فارغة بالإضافة إنك أنت حذفت الـ create dashboard. خلينا هسا نرجع على الـ conversation. إيش فكرة الـ conversation؟ هي عبارة عن محادثة بتصير بينك وبين التيم اللي تشغال معه. خليني هسا أسوي merge pull request، بحكي له برضو comment، وهيك صار التاسك 2 اندمج مع الماستر. تعال نتأكد مع بعض، فنرجع مشروعنا project 1، هاي الماستر وفتحنا work.txt، ممتاز تم حذف الداشبورد. أتمنى كانت أفكارنا واضحة. في المحاضرة القادمة كيف بدي أسحب التعديلات من الجيت هاب على اللوكل؟ كنا متفقين إنه هسا الجيت هاب صار مختلف عن اللوكل، كيف يعني؟ لو فتحنا الورك دوت تكست راح تلاقي إنه في عندك هنا ثلاث أسطر. طيب في اللوكل نفتح الورك دوت تكست، أنا في عندي أربع أسطر، وحتى كمان التاسك 1 تم دمجه مع الماستر، لكن مش في اللوكل، تم دمجه في الجيت هاب.
فالمحاضرة القادمة هتكون جدا مهمة، ويعطيكم العافية.